اليوم بالسويس على اساس جت بيات تغيرتني وراح ارجع صارت ساعة 12 نص مو اكثر حتى الزرق يجي من ناوي يفتح ما ادري شو هذا يسموها حط لك بعرانات تنزل عليها الزراقي الحرم ساعة ما دروس القاعة هاي ما وصلت لهم كلها طارت ضيرتني وراح أجي وضحيت لكن حصلنا طيرة طيرتين بالدرجة.